ولا يجي خالف هيك انتي ولا انتي السفينة ميدا شيك سنوى وماريا يلينو جو السأسر الواو غير يمين تجا مغوني نيخ فرح خشيان بزاف بزاف ديخ الشارك خذ أرون تمزيرتي لودي مزيغن دي مغربي الكل داك باريس ذكرى المسيرة الخضراء ذكرى الاستقلال كما كنقولوا بغينا نديروا صلة الرحيم مع الوجوه مع الحباب وكنشكركم كل من ضيفنا وكل من استدعانا باش نشاركوا في هذه التظاهرة الجميلة وتحية للجمعيات المغاربة اللي كتتواجد هنايا في أوروبا بصفة عامة لمزيغن كل خسر خدوني نخيل الحاج لا تترخى الزيونة دي تسامح مخفيض لي السهراني دلي أذين أريد الزيين كين لحقاش عول خزين المغرب أتشارك القطعة المرحوم أترحم ربي رويشة نينا سيناس متزماني ساقان ولكن نفايا المشكل السنفونية الفرنساوية ورغوصن الربع الآلات نسن يعني آخر لحظة اقترحت ألباس يعني علاش اختارينا ألباس كقطعة تراثية من العيطة وكانت في جينيريك ديال المسلسل ديال الصالحة اللي كانت فيها انستوار ديال صالحة كانت مناضلة وكانت يعني كما نقولوا حنايا وكان المخرج كمال كمال يعني هو اللي اقترح هذه الفكرة أي نخف الدخاس إن شاء الله هتشارك دارون مزيرتينو دي مزيغنينو تاني نيشان يزلان إن شاء الله المرحوم يزلان قديم النخ مازير لا تتورخ يعني الزيون أدي تشجع من زريا يلوقت يغودا إن شاء الله وكما غنغنيو يعني لا بالعربية ولا بالشلحة كما كتعرفوا المغرب واقف على جوج ديال الرجلين الامازيغيه والعربيه حبه من حبه وكريهه من كريه ولكن هذا ما كينكرش باننا نفرطوا يعني في ثقافتنا كديز امازيغ ولا في هويتنا كامازيغ وشرف كبير ليا نمثل الاطلس ونمثل خوني فرا بالضبط يعني في باريس ولاتي نخي مازيغ نقول لكم تاريخ بزاف بزاف كما كتعرفوا يعني كنت ديما في اي عمل سواء كان امازيغي او عربي او بالعربيه او بشعبي او ريفيه او سوسيه كتلقى ديما خديجه ككورال ديما خديجه من وراء الستار انا ماشي كان كيتفرض عليا يعني كوم نغني ككوراليست ولكن كحبي للكورال يعني بغيت نشبع كما نقولوا الموهبه اللي عندي ولكن فنان واحد اللي كنت معاه يعني حتى نهار توفى الله يرحمه ولي برحمة الله وسوف أضل وفي مدرسة السي محمد درويشة بحكم الإبنة الروحية السي محمد درويشة وجات لقيتة اللي خديجة تنطلق يعني باسمها ودير مجموعتها واخا كانت مجموعة عند خديجة ولكن كانت الأسبقية ديما للسي محمد درويشة بالنسبة للجديد يدير إن شاء الله الجديد سمازيغ ساسي عبد العزيز سلوطار سمازيغ دي خديخ نكيد مصطفى بورغون استمازيغ يعني شعرنا أقديم من النخ نتمازيغ إلا الجديد نتاع عربت سينجل أغنية شبابية عصرية مغربية يعني في إطار جديد شبابي يعني في هذا الريتم دابا اللي ولا ولكن ديما ترجعوا للأصالة ديما تنرجعوا للتراث لا كتمازيغ ولا كتعربت وكنوجه يعني رساله لاي فنان مغربي كيما بغى يكون نوعه يختار الكلام اللائق واللحن اللائق الا بغى يدخل القلوب المغاربه ويدخل القلوب البيوت المغاربه يعني يختار كلام في المستوى ولحن في المستوى ويكون صوت جميل كلما هو جميل يطربنا كامل او ناوريوفين ونوريو فين ما غاسيش ونادي تمون إناسي ناس إناسي ناس نيريخ نيريخ ما يريخ داسي خزمن أو رديس ناقص ورديس ناقص ورديس ناقص زيت صارت هسجي بخوان إناسي ناس ترارري إناسي ناس نيريخ نيريخ ما يريخ داسي خزمن أيت ما يمنك أيت ما يمنك
ثمايا منك كسل هذي تروح ينسي ناس ينسي ناس نيريخ نيريخ ما يريخ داسي خزمان يسين غاغا يسين غاغا يسين غارق ماضي بعد رويشاد نتمون ينسي ناس ينسي ناس نيريخ نيريخ ما يريخ داسي خزمان تنميرتي مزيغن.